أخيرا خرجت المظاهرات في الجزائر بعد 12 يوم من المعمعة. الدنيا بتضرب ومساجد ومستشفيات ومدارس والدنيا راحت وجت. المهم الرئيس عبد المجيد بعد ما العالم كله زي ما هتشوفوا دلوقتي وخاصة العالم العربي سأل أمال فين الرئيس عبد المجيد اللي كنا حاسين إن الطيارات هتقلع في اللحظة الأولى، أول أسبق أحرق أخرق أبرق زي ما أنتوا عارفين، زي ما حصل في زلزال سوريا، زي ما كان عايز يساعد المغرب في زلزالها، وقفوا الأشاوس في المطار في اللحظات الأولى. في ضرب فلسطين ظهر بعد 11 يوم كويس، أن تأتي متأخر أفضل من أن لا تأتي كويس، لكن اللي حصل إن طلعت مظاهرات شتمت الحرامية في الجزائر، سندت فلسطين وبالمرة سندت الشعب. ومش بس كده، ده هتلاقي بقى مصريين دخلوا على الخط يلسوعوا في الجزائريين على هذه المزايدات الطويلة اللي ما زالت مستمرة إلى الآن، في حين إن احنا ما شفناش منكم موقف، بل الجزائريين بيحذروا الجزائريين خلوا بالكم السرقة، هم هيناصروا فلسطين بس لا يمنع، انتوا عارفين الجزائري ايده مغناطيس غصب عنه. وهتلاقوا كمان بيقولوا لهم خلاص سندتوا فلسطين شكرا يلا روحوا، بعد ما وقفوا يقولوا لهم العدس واللوبيا والحمص فين. كانت مهزأة بكل المقاييس، مسيرات الجوع والفقر والمهزأة كانت تضامن مع فلسطين وتفضح وتشليح للجزائر والجزائريين في حالها البائس. شوف الفيديو الأول ده واستنى احكي لك الحكاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. خلاص عودوا إلى بيوتكم، حافظوا على النظام العام، حافظوا على النساء والأطفال والشيوخ، خلاص صوتكم وصل. إحنا إسرائيل دلوقتي مش هتنام، خلاص إسرائيل هتبطل قصف الغزة، أول ما شافت القراقير ما شاء الله حالهم يكسف ويعر قبيلة وتيجي قليلة. بس كده ليه؟ عودوا لديوركم، لأنها قلبت عدس ولوبيا. الكلام ده قبل الساعة 2 الظهر، قبل 2 الظهر لقوها قلبت عدس ولوبيا وهتفرط منهم، العدد زاد، فقال لك ايه، لا خلاص بقى كفايه بقى، عودوا الى منازلكم، كفايه كده، حلو قوي فلسطين هتتحرر. بعد 11 يوم ما في حد في الجزائر لما قال له يا سياده الرئيس شكلنا بقى وحش، ده احنا كنا بنقرقر والناس بتصدق، هنقرقر ازاي بعد كده؟ ما هو كل ما يطلع جزائري على التيك توك الايام اللي فاتت يتمرمد ويتشوه وما يلاقيش حاجه يجاوب بيها، دلوقتي بقى خدوا بعد 11 يوم الفيديوهات دي وبدا يطلع لهم صوت تاني. لكن اسمع لما كانوا بيستجدوا الرئيس بطيخه يطلعوا مظاهرات. يا حكام الجزائر، يا رئيس تبون، اتق الله عز وجل انت ومن معك، كنا إخواننا في فلسطين، والله ما انتصرت الجزائر على فرنسا إلا لما وقف إخواننا وجيراننا معنا، والله ما انتصرت الجزائر على فرنسا إلا لما وقف إخواننا وجيراننا معنا، والله ما انتصرت الجزائر على فرنسا إلا لما وقف إخواننا وجيراننا معنا، والله. خدت بالك؟ خدت بالك؟ والله ما انتصرت الجزائر، ده إذا كانت انتصرت يعني اللي هو الشكلي ده، والله ما انتصرت الجزائر شكليا على فرنسا الا لما وقف جيراننا معنا. انت فين؟ انت فين؟ نقرقر ازاي بعد كده؟ الله يهديك. 11 يوم، في اليوم ال 12 طلعوا، وطلعوا عشان يقولوا العدس واللوبيا. تحب تسمع العدس واللوبيا؟ اسمع. إسرائيل 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 إسرائيل
يا السراقين كليتوا البلاد. أول ما المظاهرة قلبت يا السراقين كليتوا البلاد، قال لهم عودوا إلى منازلكم، شكرا لكم، إسرائيل الآن تقفقف، شكرا. ده في من ده فيديوهات كتير على فكرة، عندي عشرات ولا مئات الفيديوهات التي انتشرت، يا السراقين كليتوا البلاد، وفين العدس وفين اللوبيا ومفيش مستشفيات ومفيش، لقوا الوضع كده قالوا لهم صافي. اتنين الظهر كانت ملمومة، من 10-11 بيتجمعوا، اتنين الظهر كانت ملمومة. بل في اللي منزلش بقى، في اللي منزلش بس بصراحة ساند كالعادة بالتكبيس، كبسولي. تحبوا تشوفوا عنتر جبنة؟ خد شوف عنتر جبنة. انا قلت كان هو بوفون بايت تحكم، انا نستعمل لكم الشاكور ونستعمل لكم الخيجر نكيكم كما تتنقل البطاطا يا جياح. انا والله العظيم ندير لك كما ديكار مورتام، نقليك في قدره وناكلك كاش زمن ولا طبت في قدره. بغض النظر عن عظامه اللي باينه تتعدى عظمه عظمه، ده ما شاء الله عرض العظام الاجسام، ده مش كمال اجسام، ده عظام اجسام. بغض النظر عن ده، انما قال هيحكهم زي البطاطا، يعني هينجيهم زي البطاطا، هينجيهم زي البطاطا بالشطور وبالبتاع، وهو عامل فيها رامبو الجبار كده، كلهم رامبو الجبار بما فيهم رئيسه. يعني ده تجسيد كاريكاتيري لحاله الجزائر، من رئيسه لاقل واحد، كلهم كده ينجوا زي البطاطا ويقف بتاع قدام الكاميرا، ومفيش حاجه تدل على انه يقدر يعمل ده. المهم من ضمن برضو البؤس والترلالي برضو اللي انتشر، جابوا فلسطيني مسكين مقيم في الجزائر قاعد يهنكر ويقول كلام عبسي للغايه. لو كانت فلسطين جنب الجزائر، يا لو كانت فلسطين جنب الجزائر هتعمل ايه؟ شوفوا الاول واستنى تعم اقول لك كان هيحصل. لو الجزائر اجت جنب فلسطين حسب ما شفنا من هذه الجماهير، تولي فلسطين دولة حرة من زمن بعيد جدا كانت حرة. أنا ماشي تا هدرة أوكع، إحنا حرب، إحنا نحب ونحاربوا. كانت حرارة نفسها يا اسمكي، كان المعرفش إيه نفع نفسه، لكن على أي حال هي كانوا هيتكلموا عبري، يعني كانوا هيتكلموا عبري، وكان زمان دلوقتي الجزائر بتتكلم عبري زي ما اتكلمت فرنسي وما زالت إلى الآن. ما كانتش هتعمل حاجه يعني، كانت نفعت نفسها. عملت ايه؟ طب ما هي كانت نفعت البولوزاريو، عملت ايه؟ جابت 50 سنه عصابه تقرقر باسمها لحد النهارده، نفعتها في ايه؟ ولا حاجه. خربت الجزائر عليها ولا نفعتها ولا عملت حاجه ولا نفعت الجزائريين ولا اي، كانت نفعت ده ما اتدخلتش في ملف يا راجل، عمرها سندت حد لما اتخرب واتدمر وراح في مصيبه خدته. والله العظيم بكلمك جد، عملت مع مين؟ وقفت مع مين؟ مع النيجر اهو، لسه النيجر قايله لهم سير الله. ولا عملت اي حاجه، انما انت تقرقر يا قرقور زيهم، يعني انت فلسطيني مقيم عندهم، جابوك يستنزفوك مسكين ويبتزوك مسكين برضو بعبارات الطنطنه. لو كانت الجزائر جنب، نفس الكلمه اللي هم بيقولوها، يا سلام، ما كانت عملت والو، ما فازت في حرب عمرها، دخلت حرب وانتصرت في إلا حجرونا، حجرونا يا اخو، محجورين مساكين وحجرين بعض ومحجورين طول عمرهم من ايام الاتراك. ده تاريخ في الحجره، ده اذا اردت ان تذكر اي حد محجور في الكون اضرب مثل بالجزائر. حتى لما ظن انه اتحرر وعنده جيش دخل حروب طلع منها ممحوط ثلاث حروب، ما فادوا في والو. شاب مصري كتب او عمل فيديو قال رئيس تايه يا اولاد الحلال اللي يلاقيه يدلنا، هو بيتكلم على الزعماء العرب، كانت بيتكلم، يا هو بيقول كده، بتكلم بقول رئيس تايه وخلاص، بتكلم على الزعماء العرب. الجزائريين دخلوا له في الفيديو قرقروا تعليقات، قال لهم انا ما اقصدش، بس هو حب، هو مش فاهم ان الاسم بتاعه ده فيه مشكله في المغرب، فقال كلام، هو يوحي بكلام وقال حاجات. اسمعوا اسمعوا استنى. اعتذار واجب للشعب الجزائري، انا بعتذر للشعب الجزائري، الشعب الجزائري على راسي من فوق وبنعزكم وبنحترمكم، بس بعض الجزائريين انا مش فاهمهم بصراحه. انا عملت فيديو بقول حاكم عربي تايه يا اولاد الحلال وما حددتش، فجاه لقيت الكومنتات قامت ما قعدتش،
لا انت تقصد تبونا، لا انت بتتكلم عن تبونا، تبونا اشرف منك قسما بالله العظيم رقم واحد. انا ما اقصد تبونكم ولا جه في بالي ابدا نهائيا، ولا وانا بعمل الفيديو ولا بنشره ولا اي شيء. رقم اتنين، الفيديو خبط في تبونكم ازاي ما اعرفش. رقم تلاتة، موضوع تبونكم اشرف مني بناء على ايه؟ عمل ايه تبونكم؟ صدر مايونيز لغزة؟ تبونكم ده هيتفتح مثلا في غزة هتروح تعيش فيه؟ يعني تبونكم ده يعني ما اعرفش حاجة عنه غير انه مفعول به. والله تساؤلاتك منطقية، بس بصراحة انت مش واخد بالك انها عاملة مشكلة. زي انا كنت مش واخد بالي زمان برضو، عمال اعمل زي الاخ ده كده، وان اصحابي هنا في المغرب يضحكوا ويكعكعوا وانا بص لهم في ايه، يقول لي مش عارف، اقول لهم لا والله ياك مش عارف، اقول لهم والله ما عارف. فقالوا لي من ساعتها بطلت اقول اسمه. فصديقي ده يبدو ده مصري معرفوش، يعني ده انا الفيديو ده انا شفته، بس هو بيقول لك اهو يعني هتعملوا ايه عم جدكم يا سيد الفاضل، من فضلكم لما تعملوا فيديو ابقوا تجنبوا قولوا عم جيد، عم جدكم وخلاص، لان بصراحه هو مش عامل مشكله عندك ومش واخد بالك، بس لو عرفت هتمرك تمرك تمرك تمرك. الله، تساؤلاتك منطقيه رغم انها تودي على حته تانية، تلمس في حته مش حلوه، بس زي بعضه. المهم اهو واحد مصري عمل فيديو قال زعيم تايه يا ولاد الحلال، عادي عادي، لكنه لبس في عبد مجيدهم، ماشي يا عبد مجيدهم، لبس في عبد مجيدهم، لان عبد مجيدهم كل هم حتى حسوا، يعني الجزائري دلوقتي بقى على راسه بطحة. عبد مجيد فين يا اولاد؟ محدش شاف عبد مجيد يا اولاد، فكروني بأمينة رزق في فيلم المولد، محدش شاف بركات يا اولاد، يا بركات، محدش شاف بركات يا اولاد، لما تشوفوه بعد كده اي جزائري قولوا له بركات، في حد شاف بركات يا اولاد؟ 12 يوم. عادل امام كان في فيلم ايه؟ كان في فيلم عنتر شايل سيفه لما راح ايطاليا وكان ماشي النادي برهومه، لا فيلم الحنش، فيلم الحنش، فيلم الحنش، كان هو وسعيد صالح وراحوا ايطاليا وسعيد صالح تاه منه هناك، فمشي يقول برهومه في ايطاليا. انا برضو عايزكم بقى ايه لما يقابلكم اي جزائري قول له كده، قول له محدش شاف بركات يا اولاد. 11 يوم وبركات نفسه ما ظهرش، يعني بركات ما شفناهوش الا عمل اجتماع طق فيه حنك مرتين وما تزعش، ده اتكتب عنه بس، واجتماع تاني برئاسه الوزراء والسلام عليكم وعليكم السلام. اجتماع وزاري ومريضنا ما عنده بس. ما شفناهوش تاني. فين يا عم والقضيه وسيبوها لي وفلسطين على راسي وعلى كتفي وعلى جرني؟ والو غير الهضره الخاويه كما اعتدناه فقط لا غير. ده ملخص حالة الوقفة البطيخية للجزائريون، لذلك أردت أن أسجل للتاريخ إن أي قرقور يتكلم عن فلسطين القضية الفلسطينية، هذا العبد مجيد يقرقر قولوا له يا أولاد حد شاف بركات يا أولاد، اخرس وعيش حجمك، وده حجمك وقت الجد، لأن مش هيحصل زي ما حصل ده تاني، يعني المعمعة دي مش هتحصل تاني إن شاء الله. خلاص ساعة الجد ما لقيناكش، لكن في التشك تشك تشك ايام شم النمل وتجيبهم تقعد تتصور بيهم وتعمل عنتريات، فكلكم كده من ايام محمد ابراهيم بوخروبه، شيكات على بياض وكلام وطق حنك وكبس كبس، وكلهم بالمنظر ده. ده بل قبل ما نقفل احب اوريكم عبد القادر الايوبي، انتوا شفتوا صلاح الدين الايوبي طبعا وكلكم عارفينه، لكن اكيد ما شفتوش عبد القادر الايوبي، فاوريكم عبد القادر الايوبي قبل ما تقفلوا اتفرجوا على العنتريات التي ما قتلت ذوابه. لا تخرجوا قتلوا وفعلوا ما شئتم، فلا فرار من الموت ان كان الاجل قد حل، فلا فرار من الموت ان كان الاجل قد حل، اما عيدكم ستهزمون، قتلوا قتلوا فانا مستعدون للحرب مستعدون للموت، ولكن ده عبد القادر الايوبي زي صلاح الدين الايوبي ماشيه كده. هو فكرني بحرفوش ابن برقوق الراكب دار فارس فرسان رشيد، عادل امام في فيلم رساله الى الوالي، حرفوش ابن برقوق الراكب دار
فارس فرسان رشيد نفس ده فيلم رسالة إلى الوالي غالبا. ده يبدو أنه كان ميت وفي غيبوبة وصحي ركب حصانه وطالع بقى، بس السيف معاهوش حتى سيف، يعني حرفوش ابن برقوق الراكب دار كان قايم معاه سيفه، إنما ده معاهوش سيف مسكين، ده طالع بالراية وستموتون وستعملون وستحتحون وست أهو. كلهم على كده ظاهرة صوتية بائسة جدا، فلا تعطوهم الفرصة من بعد للمزايدة، واربطوا لهم بقى اللي حصل المرة دي، ده وقت الأزمة وقت الجد، لما احتاجتهم غزة ما لقيتهمش، فاربطوا عندنا مثلا يقول لك عقدها له على ديل كلب ولففوا البلد، عزكم الله يعني الكلب ده رافع ديله لفوق ويمشي يهز في ديله كده. فكان عندنا زمان لما كان حد يعمل جرصة حاجة بعار يعني، وخاصة يتعرض لمارة في الطريق ولا حاجة في القرى الريفية يعني عندنا في العروبيات يعني، فكانوا يحلقوا له شعره زلبطة ويجرسوه ويبهدلوه ويقعدوه في سنتر البلد، وكانوا يجرسوه عشان يبقى عبرة، ويجيبوا شريطة حمراء يعقدوها على ديل الكلب عزكم الله، ويمشي الكلب ده طول ما هو ماشي بقى على ما تقع الشريطة دي يومين ثلاثة أسبوع على ما تتحيد لوحدها، المهم يفضل طول ما الكلب ماشي يهزها كده الناس عارفه دي ترمز لايه، لقصه فلان اللي اتجرس واتحلق له شعره زيرو وقعدوه في السوق، المهم تبقى اسمها جرصه، يقول لك جرسوه عقدها له على ديل الكلب ولففوا البلد، يفضل الكلب طول ما يهز ديله الناس تفتكر القصه ما تسكتش، فعقدوها لهم على ديل الكلب ولففوها السوشيال ميديا وخاصه التيك توك، اللي تلاقوه منهم قولوا له محدش شاف بركات يا اولاد، لا تخرج قبل أن تقول فخص على دي بلد. دي الحكاية. شوفكم على خير.